السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وموعد جديد مع برنامجكم ملك وكتابة. ملك وكتابة حلقة الاثنين التي تحمل الرقم 573. حلقة مهمة زي ما حضراتكم ممكن تلاحظوا من توقيتها، لكن كمان بيستمر فيها غياب الزميل الكبير العزيز المهندس عادل القيعي. وعايز أطمن حضراتكم إنه الحمد لله بحالة جيدة ومستقرة هو والسيدة حرمه. يمكن محمد عادل القيعي كان عازل نفسه في البيت، المهندس عادل والسيدة حرمه في المستشفى. بيبلغكم السلام، بيبلغكم شكره الجزيل جدا، وبيبلغكم اعتذاره عن عدم الرد، لأن الحياة تليفوناته ما بتهداش أبدا، ما بيقدرش يرد لأنه بيلزمه الراحة. فبيبلغكم السلام والشكر على السؤال والمتابعة، وإن شاء الله تعالى يومين ثلاثة ويعمل مسحة جديدة، نتمنى بإذن الله تعالى أنها تطلع سلبية ويطمن ويرجع ويكون موجود معانا في الفترة اللي جاية إن شاء الله.